ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي رحت السوق، اشتريت من هناك سمكيه كبيره كده، لقيتها بولتي في حدود كيلو وربع وطمن كمان. عملتها فليه. بصوا، عملت الفليه دي عامله لي كده بتاع 700 جرام على الميزان. انا عندي ميزان في البيت، وطلعت كمان العظم بتاعها اللي في السلسله، او زي ما انتم شايفين كده اهو. هنعمله في شوربه سي فود او نعمله في صياديه. تعالوا بقى طريقه الخلي نفسها بتاعت السمك تكون حصري على قناة الشاشة فود من مطبخ جيجي على قد ايدي. مش خلاص مش هتعملي عند الراجل اي حاجة، هنعمل كل حاجة في البيت. استنوني حصري على قناة الشاشة فود من مطبخ جيجي على قد ايدي. يلا بقى بسرعة نروح نشوف خلينا السمكة ازاي، ونرجع تاني مع بعض. ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي هنفرد معاكم، وهعمل لكم السمك الفيليه بتاع السمك البلطي في البيت. بصوا، انا جبت معايا النهارده سمكه كبيره كده اهو، زي ما انتم شايفين السمكيه دي طلعت معايا كيلو وربع. هنطلع منها بقى الفيليه ونشوف ازاي بنطلع الفيليه. اهم حاجه تيجي تنقي السمكيه بتاعتك لازم تكون ناشفه، اما تيجي كده تحط ايدك ما تغرسي. بصي، تكون كمان عينيها بتلمع. بصوا عينها بتلمع ازاي. دي كل الحاجات دي بتديكي نتيجه حلوه قوي قوي في الفليه، يبقى صابح معاكي وتمام التمام. اهم حاجه يبقى معاكي سكينه حاميه. هنشوف بقى كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، هاجي من هنا كده اهو، من الظهر كده اهو، وهروح داخله كده بالسكينه اهو. بصوا كده اهو، بالشكل ده كده اهو اهو. بصي اشفي بقى كده اهو. بصي اهو باين اهو كده معاكي. بصي اهو كده اهو اهو، وهاجي من هنا كده اهو، الحته دي بتاعت من اهو اللي عند الديل دي برضو اهو كده اهو، بالشكل ده كده اهو. اهم حاجة بس تشفي معاكي بالراحة بس كده اهو اهو. اسلك، هي مش متنظفة ولا اي حاجة، انا جايبها زي ما هي كده مقفولة زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا بسلك فيها واحدة واحدة. بصوا كده اهو اهي، تبقي بس صبور عليها عشان نعرف نملكها. بس اهي بصوا اهو طالع كده اهو معايا الفليه اهي. بص انا بشفي، فين اللي بيشفي اهو كده، انا بشفيها من على اهي، بشفي الفليه من على الشوك نفسه اهو كده اهو معايا بالشكل ده اهو. بصوا اهو ده الشوك اهو. بصوا اهي، هقطع بقى كده اهو دلوقتي عشان اوريكو هعمل ايه. نشيل دي كده دلوقتي على جنب اهو. نرجع بقى لدي، عايزه اوريكم اهي. بس اشيل دي حته شوكه اهي طلعت معانا اهي، بس كده اهو. بصوا بقى، هاجي كده من هنا اهو، من عند ايه الديل ده تمام اهو. بصي هعمل كده اهو كده. بصي اشفي بقى اهي. بصي السكينه معايا بتدوس على قدام اهي. بصي اهو كتير السمكه صاحيه برضو انتوا عارفين هي بتزحلق ليه؟ عشان الجوانب. المفروض ان انا عايزه املكها، والجوانتي بيزفلطها من ايديا
بس همساكي، هتروحي مني فين؟ هجيبك اهو، همشي كده اهو. اهو لغاية لما اطلع للاخر انا وراكي، بس كده اهو الحمد لله. اهي بصوا طلع معايا الفيليه اهو، بصوا ابيض ازاي، بصوا السمكة كمان فريش جدا ازاي اهو، الجلدة اهي طلعت الجلدة اهي، بصوا انا مش شايلة كمان القشر اللي من عليها ولا اي حاجة اهي، بصوا الجلدة اهي شلناها، وادي حتة السمك الفيليه اهي. تعالوا نعمل الناحية التانية، عشان الناحية التانية انتوا هتقولوا اصعب. لا مش اصعب ولا حاجة. بصوا ده الجزء اللي احنا شلناه، هنلف كده اهو وناخد الجزء التاني، هشتغل برضو نفس الحكاية كده من هنا اهو اهو، هفتح كده اهو. النبي انتي صاحية. بصوا اهو كده اهو، همشي برضو كده اهو لغاية الاخر بالشكل ده، وانا ماشية برضو بشفي كده اهو من العظمة. بصوا اهو نفس اللي احنا عملناه اهو. انا الفيديو ده عاملاه للتشفية بس، اولا لما تروحي تجيبي سمكه كبيره كده وتقولي له بقى شفيها لي، الراجل ما بيرضاش يشفيها لك، بيقول لك ايه، بيقول لك لا قطعها لي الجزل، على اساس يروح منضفها ومقطعها كده جزل، انما بقى يشفيها لك في ليه ما بيرضوش. هما بياخدوا السمك الكبير ده هما يشفوه لنفسهم ويبيعوه بالكيلو، بيبيعوا الكيلو منه ب100 جنيه، عشان كده ما بيرضوش يشفوا لك. فانا وريتك برضو طريقه التشفيه اهي، حصري من قناتي مطبخ جيجي على قد ايدي، وهتكون حصري على الشاشة فود برضو في المأكولات البحرية اهو، زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصي ما تستصعبيش حاجة، انتي ملكة في مطبخك، انتي اللي تطلعي كل حاجة وبأرخص حاجة، ما تخليش حد يستغلك اهو. حتى الشوك اللي هيطلع ده هنستغله، هقول لكم هنعمل منه ايه. بصوا اهي اهو بالشكل ده اهي، قربت اهي يا مسهل. طلعت معانا اهي، بصوا بقى الشوكه، الشوكه اهي طالعه اهي، دي بقى هقول لكم هنعمل فيها ايه، بس خليها دلوقتي اهو، هوريكم تاني بنشيل القشره ازاي اهو. بصوا هاخد من هنا كده اهو اهو بالسكينه اهو كده اهو، بصوا اهو بمشي كده بالسكينه على قدام اهو، وانا ماسكه تحت الجلد اهو اهي، لغايه ما تطلع معاكي فيليه السمك البلطي اهو اهو اهي. بصوا طلعت اهي معايا اهي، بصوا اهي جلده اهي، والسمك الفيليه اهو اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، ودي الجلده اهي اهي، بصوا اهي، وده بقى كان السمك الفيليه بتاعنا اهو. هظبط الدنيا وارجع لكم بقى. بصوا بقى احنا كده وضبطنا الدنيا شويه، عايزه اوريكم بقى انا محضره هنا معايا طبق فيل كده اهو، هقطع بقى اهو، هقطعه بقى فيليه اهو، وبعدين بقى حاجه بلدي، حاجه نظيفه، انت حتى لما بتشتريه ب100 جنيه بيبقى متلج، يعني عاملينه اه فيليه بولتي بس متلج، متلجينه في الفريزر، انما ده صبح جدا وفريش، لما تيجي بقى انت تتلجيه هيطلع ولا ولا تقولي لي بقى ايه قشر البياض كمان في طعمه اهو. بصوا بصوا جميل ازاي، اهم حاجه ان السمكيه بصوا طازه معاكي ازاي اهو، بصوا بالشكل ده كده اهو 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 بالشكل ده كده اهو اهو كده اهو اهو. بصوا اهو
ما شاء الله عليه. بصوا خرطه ازاي، بصوا جميل ازاي، بصي بصي اللحم بتاعه جميل وطازة وصبح جدا اهو. بصوا بالشكل ده كده اهو معايا اهو، احط كده اهو الطبق بتاعي اهو، وغلي فيه بقى بالاسترتش، واحفظيه بقى في التلاجة اهو، حاجة نظيفة وصبحة جدا والطعم بجد بجد ولا اروع. بصوا عملنا طبق فيليه اهو، بصوا وطازة طازة طازة يعني بجد بقى مش قادرة اقول لكم. تعالوا بقى بالنسبة للسمكية بتاعتي اللي هي اتبقت دي، زي ما قلت لكم مش هنرميها دي بقى، انا هكسرها بالساطور حتت، وبعد كده بقى ايه هنعملها بقى صيادية، او هنعمل منها شوربة يعني، برضو هحفظها لان هي طازة وصبحة وكل حاجة. هنضفها بقى واقطعها كده، الشوك ده اللي فيه اللحم ده اهو، بصوا الشوك ده اللي فيه اللحم كده من ناحيتين. طبعا كل الحاجات دي هستغنى عنها، والراس هتترمي والكلام ده كله، والبطن كمان هتتنطف، وهناخد بقى كل الحاجات اللي هي حواليها اللحم دي هعملها برضو في كيس واحطها في الفريزر. لو عملت شوربة السي فود تبقى عندي بقى طازة كده اهو، احطها في الشوربة، او لو عاملة صيادية هحط فيها مع السمك اللي انا بحطه الصيادية، برضو هتديني طعم حلو جدا لان هي صبحة وفيها كمان قطع لحمة. هظبط انا دي بقى واكسرها وارجع لكم برضو تاني. كده بقى دلوقتي طلعنا مع بعض اهو السلسله اهي، قطعتها كده جدا وغسلتها طبعا كويس جدا اهي، زي ما انتم شايفين كده اهو، اهي متقطعه معايا كده اهو، اهي تنفع بقى في شوربه تبقى جاهزه عندي لو هعمل شوربه سي فود. علشان طبعا انتوا عارفين يعني العظم نفسه بتاع السمك بيبقى فيه فايده كبيره جدا جدا، بيبقى فيه الجيلاتين بتاع السمك نفسه، يعني ما ترموهوش ابدا، بالذات لما بتبقى السمكه معاكي كبيره بيبقى جوه العظم ده بيبقى فيه ماده الجيلاتين دي، لما بتنزل معاكي في الشوربه بتديكي بتبقى حلوه جدا للعظم بتاع جسمك نفسه، فما ترميش الحاجات دي خالص خالص، فنعملها في شوربه السي فود بتاعت السمك، او ممكن نعملها لو عاملين صياديه اللي هي الصلصه الصياديه المصلصه دي، ممكن برضو نحطها مع حتت سمك كده تبقى معانا. وادي الفيليه بتاعنا اهو، بصوا بصوا ما شاء الله عليه. عايزه اقول لكم بقى اهم حاجه، الفيليه طالما صابح معاكي وطازه بالطريقه دي لو شلتيه في الفريزر سنه ما يحصلوش اي حاجه، انما لو جايباه متلج وحطيتيه في التلج تاني وطلعتيه، بصي مراحل التتليج دي نفسها كلها اضرار. فانا بيتهيألي ان انا لما اجيب السمكه كده فريش واعملها واتلجها واطلعها مره واحده اعملها، يبقى هو ده الصح الصح الصح، انما اتلج وافك واجيب متلج لا ما ينفعش. انا بيتهيألي دي احسن حاجه. طبعا ما فيش ارخص من سمك البلطي، بس الفيليه بتاعه انا سالت عليه لقيته ب 100 جنيه، فلما لقيت ده بقى كده ولقيت السمكيه بتاعتي عملت بالظبط 40 جنيه، يعني زيادة عن كيلو وربع، كيلو ب 30 جنيه، عملت زيادة عن كيلو وربع يعني كيلو وربع وتمن. طبعا زي ما انتم شايفين كده ما فيش حاجة اترمت غير هي الراس، الراس كبيرة جدا، واستفدت بكل حاجة اهو زي ما انتم شايفين، ومعايا ده على الميزان عامل 700 جرام عشان تبقوا عارفين، بس انا عندي ميزان ده عامل 700 جرام. ويا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم، المطبخ جيجي على قد ايدي، واستنوا مني كل المفاجآت، كل حاجه تكون حصري على قناتي مطبخ جيجي على قد ايدي على الشاشه فود باذن الله، قناه مميزه جدا وتستحق ان هي تكون في كل البيوت. واستنوني بمفاجآت تاني كتير كتير كتير، مطبخ جيجي على قد ايدي.